والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. نتابع مع الزميلة رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكم إلهام ممر وياسر عبد الستار. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أكد على أن مصر سجلت 65 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة 3.2 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي. وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت ثانية أكبر وجهة للاندماج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة وعدد الصفقات. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا جلسة مباحثات مشتركة مع رونالد بان الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الدنماركية الرائدة في مجال التحفيز وتقنية العمليات، حيث ناقش الجانبان مشروعات التحول الطاقي وإمكانية الاستفادة من خبرات الشركة الدنماركية بتقنيات الأمونيا الخضراء. استعرض وزير البترول جهود مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، وأوضح أن ضخ المزيد من الاستثمارات بمجالات البحث والتطوير في هذه المجالات يتماشى مع أهداف وخطط الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية وإنتاج مواد صديقة للبيئة وأنواع وقود متجددة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء. وقع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مذكرة تفاهم مع شركة يابانية في إطار التعاون المستمر بين المنطقة الاقتصادية والجانب الياباني واستقطاب المزيد من المشروعات اليابانية داخل المنطقة، حيث تهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المشروعات التي تتوافق مع خطة المنطقة الاقتصادية في التنمية وتتفق مع صناعاتها المستهدفة. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية على دعم المنطقة للصناعات اليابانية بمصر ومدى التطلع لمزيد من التعاون البناء والمثمر. من جانبه أكد السفير الياباني أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بمزيد من المزايا والحوافز الاستثمارية، مؤكدا على أهمية التعاون واستقطاب مزيد من الاستثمارات اليابانية داخل المنطقة الاقتصادية خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر. في سوق المال تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشر EGX70 وEGX100. تراجع رأس المال السوقي بنحو 1.45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.530 من ألف مليار جنيه وسط تداولات بلغت أكثر من 4 مليارات جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9843 نقطة مرتفعا بنسبة 2.18 نقطة، وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 2049 نقطة مرتفعا بنسبة 55% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة. وفتح مؤشر EGX100 عند مستوى 3064 نقطة مرتفعا بنسبة 99% ليغلق عند مستوى 3095 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.9 للشراء و 19.9 للبيع، اليورو 19.41 19.52، الجنيه الإسترليني 22.6 23.19، الدرهم الإماراتي 5.19
5.23%، أخيرا الريال السعودي 5.08%، 5.11%. في أسواق المعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب العالمية ليصل إلى 1791.70 دولارا للأوقية. محليا وصل عيار 18 إلى 926 جنيها للجرام. عيار 21 وصل إلى 1080 جنيها للجرام. عيار 24 1234 جنيها للجرام. أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8640 جنيها. كشفت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة جودي ارتفاع الصادرات السعودية من النفط الخام بيونيو، في حين ارتفع الإنتاج إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين. ارتفعت صادرات الخام بيونيو بنحو 2% إلى 796 من ألف مليون برميل يومياً، من نحو 57 من ألف مليون بمايو. وارتفع الإنتاج في يونيو إلى أعلى مستوى بأكثر من عامين إلى 10.646 من ألف مليون برميل يومياً، من 10.538 من ألف مليون في مايو. نهاية الأخبار الاقتصادية.